أنا الجليس على العرش المحيط به كما أحط بالغيب تبصيلا وإجمالي. ويجي يقول والله يا أخي العيش لازم يرخص، العيش أبشرك حيكون ما في تب، لا دخن لا عيش لا قمح إذا الناس استمرت بالحال ده، وده السبب. ونحن نتمنى يدونا فرصة في التلفزيون ده ولا الراديو ولا أي حاجة عشان نوريهم الحاصل، مش الحاصل إنه والله التضخم وده طار الدولار والاسترليني ركا، لا لا لا، الحاصل الصوفية ديل نشروا الشرك عشان كده العيش بقى ما في، ده الحاصل. في الصلاة تقول الله أكبر، وجوا في أكبر جاء تاني، في عقيدة، في شيخ المكاشفي بيكشف في القلب كذب كذب، والكباشي بدي الجنة. فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين، يا ريت نرجع الدنيا عشان نبقى موحدين تمام. ربنا قال إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. يا ناس الكبادي ما بتجوز، النبي عليه الصلاة والسلام حرم البناء على القباب، أدعو الله عشان البلد تصلح تمشي لقدام. شرك الله ما بيغفر إذا زول مات عليه، ما بيغفره أبدا، زول يموت على الشرك الله ما يغفر له أبدا، والجنة عليه حرام ومأواه النار ما يطلع منها أبدا. كل شغلة بتاع الشهر ويكذب عليه وتكذب عليه وهنا وحاجات، بعد ذاك ثاني بتبقوا عاديين أول أيام، لا واعمل حسابك وما تقعي أوك كسرت الكبابي، قول لا سلامتك انت والكبابي بتجي، مما تفوت شهرين ثلاثة تاني سوت الملاح مسيخ ساي، قول لا أنا قصرت ما جبت الملح هسي في داعي تمسخي كذي مسخة علينا الحياة، كسرت كباية قول لا ها ما أصله ما مجاني تكسرين ساي، أوك بتبقى الشغلة جايطة. العبادة دي حقت الله، قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين. الدعوة دي لابد تنتشر، لابد الناس تقيف وقفة بتاعت رجال، ها وقفة بتاعت رجال، لأنه النسوان أو الرجال أشباه الرجال ما بيشتغلوا الدعوة دي. انت الدعوة دي حارة، لأنه ربنا عز وجل قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. فأي زول يقول لك أنا بعرف الرايحة وين، ولا بتاعت والداعية تقول لك بكرة بيحصل لك كذي وبتتزوج فلانة وبعد يومين بيحصل لك، أعرفه ده كذب ولف ودوران، وده من الشرك ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى، وده في العالم كله للأسف الشديد. تمشي للزول الميت ما بيملك حاجة، لو هو صالح لنفسه بينه وبين ربه، لكن أنت لا يملك لك شيء مع الله. عشان كده ربنا قال قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. مرة تمشي للفقيف تحلى الكتاب دي ما بتنفع زوجة، كلمك عديل كده. مرة بتمشي لست الودع ترميلها الودع ما بتنفع زوجة، دي زوجة ما صالحة، غير صالحة للزواج ولبيت الزوجية وغير صالحة لتربية العيال. مرة بتمشي للفقيه اكتب لها حجاب تجي لابسه في رقبتها أو تعلقه في رقبة الشافع الصغير، دي مرة ما صالحة. ليه؟ لأنه ده كله ممنوع في الشريعة. ما بيحلف بالشيخ بالكذب، وبيحلف بالله بالكذب، تلقاه يخاف من الشيخ. الشيخ ده ذاته الله يكرمك كان بريل، وكان أمه بتغسله، ولليلة الشيخ بيجيه ملاريا تلقاه يكتكت، ولما هو يبقى عيان بيمشي يودوه إسبانيا وعينه تلقاه طافية، وإن أبونا الشيخ دخلوه عملية أدعو له يا ناس، ما قلتوا بيتصرف في الكون ويجيبون يعظمون عشان تعرف المجتمع. زول الدين يقول لك يا اخي ده زول خليه يا اخي، وشوفك كذا يصر عليك انت زول الدين يقول لك اها جماعه دي الجو يا اخي في شنو يا ناس، ما ناس زيك. زول الغنى يعظمه في التلفزيون يقول لك الاستاذ الموسيقار الكبير صاحب الحنجره الذهبيه.
لا ذهبية ولا أي شيء. في الدين ما في أنصار سنة، ما في جبهجية، ما في إخوان مسلمين، ما في داعش، ما في صوفية، ما في حركة شعبية وطنية ليبية، ما في. قال ست الودع، قالت كذي أرمي الودع ليكشكشي، شوفيه لي كان فيه شيء، قوليه لي ما تختشي. تعرف الكلام ده معناه شنو؟ معناه ست الودع بتعرف بكرة بيحصل شنو، وما في زول بيعرف الرايحة وين، ولا في زول بيعرف بكرة بيحصل شنو. الدليل قال الله تعالى في القرآن: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ربنا سبحانه وتعالى له صفات الكمال والجلال، يقارن الخالق بالمخلوق الضعيف؟ ربنا حياته ما سبقها عدم ولا يلحقها زوال، وده مخلوق الشيخ ده ذاته اللي بيمشي ليه والزول ويبروك ليه ويا ابويا الشيخ وارقد لي شوف ليه الخيره واموري تعبانه ويشكو ليه. الشيخ ده مرق من نطفه، مرق من بطن امه ضعيف تعبان يرضعوه الشيخ ذاته الماشي فوق على البشر والناس بيخافوا منه، والواحد لو بعيد منه مليون كيلومتر بيرجف يقول لك هوي والله الشيخ ده صعب والله، يقول لك انا شيخي ان جلس بيعرف في قلبه وسوس. تقول له الله كم؟ يقول لك واحد في الشدائد ينادي غير الله. الله كم؟ واحد. يعتر يا فلان الحقنا يا الحسن من المحن ويا ود بدر من الفقر ويا الفي العلفون الأسرع من التلفون ويا أبو العباس من عيون الناس ويا أبو قرون من العيون ويا الفركة ويا المرين ويا فلان ويا فلان. يا ناس الشغلة دي الرجالة والله، الناس لو ما وقفت ما قلنا دق زول ولا قلنا أطبح زول ولا قلنا أقتل زول، وده كله ما من الدين، ده كله ما من الدين تطبح تدق زول، لا، نحن قلنا بينوا للناس هذا الباطل. وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. ربنا قال إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. زول بيكتم الحق، إمام جامع يقعد يتمحرق وخايف ما قادر يقول النازل على باطل وعلى بينشر الشرك وعلى ضلال وعلى إجرام وكذب على ربنا وكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار.